بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة مشاهدي قناة الندى الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة النهاردة هنتكلم على الخيانة الزوجية. الحقيقة الموضوع ده موضوع بيسبب مشكلة وجرح كبير قوي عندنا كلنا، أيا كانت الخيانة بتحصل من مين. للأسف الموضوع ده يعني عايزين نقول فيه، هل في مفهوم للخيانة؟ ايه هي الأسباب اللي ورا الخيانة؟ يا ترى مين اللي بيخون أكتر؟ يا ترى الراجل ولا الست؟ ايه اللي بيوصلنا لهذه المرحلة؟ احنا فين عقلنا لما بنفكر يعني نتصرف تصرفات الحقيقة غير لائقة، بتخالف شرعنا، بتخالف ديننا، بتخالف قيمنا، بتخالف مبادئنا؟ فين عاداتنا؟ فين تقاليدنا؟ فين نفسنا السامحة؟ فين أخلاقنا وديننا اللي تربينا عليه؟ يا ترى ليه إحنا بنلجأ لهذه التصرفات الحقيقة الغير مسؤولة؟ إيه اللي بيوصل النفس إن هي تبقى سبب في جرح شخص عزيز عليها؟ ليه نسب الخيانة والتتبع والرصد والمتابعة بقت كتيرة اليومين دول؟ هل السوشيال ميديا السبب؟ هل المجتمع بتاعنا السبب؟ هل إن انشغالنا الدائم هو السبب؟ الحقيقة أي سبب ممكن يتقال الحقيقة ده مش مبرر للخيانة. والحقيقة هنا أنا بناشد كل الناس وكل المشاهدين وكل الأزواج إن احنا لازم نفوق شوية، لازم يعني يبقى عندنا ضمير رفقا بأسرنا، رفقا ببيوتنا، رفقا بمجتمعاتنا، رفقا ببلدنا. لأن الحقيقة الخيانة ده بيسيب جرح صعب جدا علاجه. فكلنا عايزين الحقيقة النهاردة نتكلم على الموضوع ده، لأن الموضوع ده بيسبب جرح كبير جدا، جرح أغلب الناس بتبقى من الصعوبة إن هو يتداوى. ومن هنا عايزين نبص للموضوع ده من منظور الحقيقة نوعا ما مختلف شوية. وزي ما احنا متعودين في برنامجنا إن احنا نناقش كل الموضوعات بتاعتنا بهدوء. ليه؟ لأن احنا بنتكلم على حياتنا. الأسئلة اللي احنا عايزين نسألها، احنا بنقول هل تم تدمير الأخلاق والمبادئ؟ هل احنا بنقوم بالتربية الصحيحة لأولادنا عشان هم لما يطلعوا يبقى عنده رقابة ذاتية على نفسه فيقدر يفرق ما بين الصح والغلط؟ ليه الحقيقة احنا دايما بنجهر بالمعصية؟ وليه دايما بنتباهى بالموضوع ده؟ الواحد بيسمع حاجات كتير الحقيقة يعني ساعات الواحد ما بيصدقش ان احنا وصلنا لهذه المرحلة حتى من الجهر. الواحد بيتباهى بأي حاجة غلط ممكن يعملها. يا ترى هل احنا بقينا بنتلذذ بجرح الآخرين؟ ليه احنا بقى عندنا التلذذ في ان احنا نجرح زوجاتنا، نجرح أصدقائنا، نجرح زمايلنا؟ ليه ساعات بتبقى هذه المعاملة أو هذا النوع من العلاقة بيبقى سمة سائدة في بعض الناس؟ هل ممكن نخلي الخيانة إيجابية؟ هل نبتدي منها وهي تبقى نقطة انطلاق لاستقامة الحياة؟ هل نقدر نعالج الموضوع ده؟ هل الموضوع ده ليه علاج؟ الخلل اللي بيسببه الموضوع ده نقدر نداويه؟ عشان كده محتاجين ان احنا نفكر ونفرق ما بين الغلط وما بين الصح.
ما بين الحرام وما بين الحلال. احنا الحقيقة بينا نتلذذ في خذلان اقرب الاشخاص لقلوبنا، وده الحقيقة بيوصل لدرجة المرض، لان دي بتبقى الحقيقة نقدر نسميها الخيانة المرضية. هل هذا ادمان على سوء الخلق؟ الشخص اللي بيتلذذ بالموضوع ده، هل هو ده ادمان على سوء الخلق؟ هل هتستقيم الحياة لو احنا مدمنين على فعل هذا الشيء؟ الحقيقة اللي هو سيء جدا جدا، لان الحقيقة الخيانة الحاجة الوحيدة اللي غير مبررة، غير مبررة. ليه احنا قصدين نخسر اقرب الناس لينا؟ ليه بنتعمد ان احنا نجرح الناس اللي بنحبهم، اللي هم دايما بيساندونا؟ على فكرة هو دايما في رصيد، في رصيد للمحبة، في رصيد للعشرة، في رصيد للصداقة، لكن استهلاكنا الدائم لهذا الرصيد مرة واحدة بنلاقي العلاقة وقعت. وساعات نقعد نستغرب نقول يا بعد 20 سنة عشرة والاصدقاء دول خسروا بعض. للأسف الرصيد خلص، الرصيد خلص من الخذلان، من الجروح، من الخيانة الدائمة، من إدمان سوء الأخلاق. فإحنا محتاجين دلوقتي إن إحنا عايزين نعمل رحلة في مناحي الحياة ونركز على أخلاقنا، عايزين نرجع قيمنا، عايزين نرجع مبادئنا، عايزين نتصرف شوية بضمير، عايزين نقول إزاي تبقى في رقابة ذاتية على نفسنا. فهو ده الحقيقة اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. ودايما بحب اقول كلمة كده يعني جميلة، ودايما الواحد بيحب يحطها كده يعني قدامه، فبيقول لك ان الله اذا غضب على عبد تركه لنفسه فهي كفيلة ان تهلكه. دايما يقول لك النفس امارة بالسوء، ازاي نتغلب على هذا السوء اللي ممكن يدمر لنا حياتنا؟ ليه الواحد بعد ما بيحب وبعد ما بيرتبط وبعد ما بيستقر ويبقى فيه سكن وفيه رحمة وفيه بيت وفيه أسرة وفيه أولاد، كل ده ما بيهمناش وبنفكر دايما نتصرف أو يبقى نسلك هذا المسلك مهما كانت الأسباب؟ وهنتكلم على الأسباب. بس ناخد أول اتصال معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. ام محمد. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا ام محمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله تحت امرك يا ام محمد. لو سمحت يعني تسمعني كده الفتره هي بس مش هو. اتفضلي فن. لي 3 سنين. ماشي. اتفضلي يا ام محمد انا سامع حضرتك. ابو محمد الاتصال بيقطع، بس ممكن حضرتك بس يعني تيجي يمين تيجي شمال، يعني تقفي في حته بس فيها ارسال شويه. اتفضلي يا فندم. ام محمد الو، الاتصال لسه معانا. ايوه ام محمد اتفضلي. بقول لحضرتك انا من 8 شهور لقيت جوزي تصرفاته كلها اتغيرت. تمام يا فن. فانا فضلت ابحث وراه طبعا الحركات بتاعتنا دي، فلقيت ان هو ايه بيكلم واحده، والمصيبه ان اللي بيكلمها دي متجوزه وعندها اولاد زيي. فانا قعدت اسجل، يعني للاسف ان انا عملت له البرنامج اللي هو بتاع التسجيل، فانا لقيت ان جوزي متفق معاها الجواز، متفق ان هي تتطلق من جوزها وتتجوزه، وهما الاثنين من نفس المنطقه. يا ريتها غريبه. لا ده من عندي. حضرتك متزوجه بقى 3 سنين يا ام محمد؟ هل عند حضرتك اولاد؟ سامع او عندي 3 اولاد. انا من اول ما اتجوزت وانا ربنا كرمني، بس الحمد لله يعني.
طيب يا محمد، انا هرد على حضرتك حالا، هرد على حضرتك حالا. للاسف من الحالات الصعبه جدا اللي بتواجهنا ان للاسف العلاقه، طبعا الخيانه طبعا هي من، او يعني بتبتدي من النظره الى العمل، يعني النظره لوحدها خيانه لحد العمل طبعا. اي علاقة باي حد، طالما انا راجل متزوج يبقى لازم احترم نفسي، ولازم احترم بيتي، ولازم احترم اسرتي، ولازم التصرفات. انا دايما كنت اقول لبعض الناس، الحاجة اللي ما اقدرش اجهر بيها ما اعملهاش، الحاجة اللي ما اقدرش اجهر بيها ما اعملهاش ايا كانت. طبعا اي علاقة من اي شيء، واحدة متزوجة، واحدة غير متزوجة، النظرة لوحدها دي خيانة. فطبعا احنا دايما بنخاطب الازواج، بنخاطب الرجال ان احنا استحالة يبقى عندنا هذا الكم من ان انا اتجوزت وارتبطت ومسؤول عن بيت واسرة وهم في رقبتي وانا امين عليهم، ودماغي دايما بتروح في حتة تانية. ولما جينا بنسأل بعض الأزواج قالك إن ساعات السبب بيبقى إهمال الزوجة. يا سيدي الفاضل، إهمال الزوجة ده مش مبرر للخيانة، مش مبرر إن أنت تعرف عليها حد، مش مبرر إن أنت يبقى فيه أي تصرف غير ملائم بيتم. إهمال الزوجة، هي الزوجة حتى لو مهملة، أنا ليا دور في البيت، أنا ليا دور في البيت، إزاي أعدل من سلوكيات هذه الزوجة اللي هي بتضحي، اللي هي بتربي، اللي هي ساعات بتبقى امرأة عاملة. هي اهمال الزوجه لو زوج انت شايفها من وجهه نظرك مهمله، هي مهمله عشان خاطر هي بتراعيك، بتراعي بيتك، بتراعي ولادك، هذا غير مبرر. انت ليك دور، انت ليك دور في التقويم، انت ليك دور في التعديل، انت ليك دور في تصحيح المسار، انت ليك دور ان انت ترجع اي حاجه زي ما انت عايزها. لكن مش ان انا اول ما بتحصل اي مشكله بلاقي المبررات وبخلقها عشان، والعياذ بالله، ان انا افكر ان انا اعمل حاجه تانية، او ممكن افكر ان انا ازاي اغضب ربنا، وازاي ابرر لنفسي، وازاي احل لنفسي، وازاي ادور على حاجه تانية. فاحنا عايزين دايما ناخد بالنا من تصرفاتنا حتى تستقيم الامور. واحنا هنقول نتصرف ازاي في هذه الحالات الغير ملائمه، وهنقول ده نتعامل فيه ازاي. معانا اتصال تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام، انت حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. لو سمحت حضرتك عندي سؤالين. اتفضلي يا فندم تحت امرك. حضرتك، الزوج اللي هو مش بيتكلم في البيت واي حد يكلمه مش بيرد، اول ما يطلع بره ما شاء الله يعني انسان تاني ويتكلم، تمام، الزوجه تعمل معاه ايه؟ تمام. السؤال التاني يا فندم. حضرتك، انا يعني انا عصبيه بجد، يعني ما كنتش كده والله، بس مش عارفه ليه عصبيه اليومين دول، ولو زوجي عاند قصادي بعاند، فنفسي اتغير، يعني مش عايزه ابقى كده عشان عندي اطفال. تمام يا فندم، تمام، ماشي يا ام حمزه. انا هرد على حضرتك. متشكر جدا لاتصالك يا ام حمزه، كل سنه وحضرتك طيبه. معانا اتصال تاني. الاستاذه شهيره. استاذه شهيره، السلام عليكم. ايوه، عايزك تكلمك. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيكي. اهلا بيك يا دكتور. الله يخليك. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. اتفضلي يا فندم، سؤال حضرتك ايه؟ تعالي يا دكتور على الخيانه الزوجيه واهمال الزوج للبيت، يعني اهمال الزوج للزوجه. تمام يا فندم. انا ليا 25 سنه متجوزه. 25 سنه؟ الاهمال ده من بدايه الزواج ولا من دلوقتي؟ او بقاله فتره؟ لا، من اول طفل يعني، جبت يعني دلوقتي له 22 سنه. 22 سنة إهمال. حضرتك ما حاولتيش؟ لا، هو بس بيروح ويجي يعني. حضرتك ما حاولتيش أي محاولات مع الزوج؟ لا، هو حاليا دلوقتي متجوز واحدة أجنبية وعايز بيها في الغردقة. وإيه يا فندم؟ حاليا متجوز واحدة أجنبية وعايز بيها في الغردقة. وعايز إيه يا فندم؟ معلش أنا آسف. عايش بيها في الغردقة. عايش بيها في الغردقة. وحضرتك موافقة؟ يعني حضرتك، يعني حضرتك عارفه وموافقه والامور كلها تمام؟ لا، انا ما كنتش موافقه، هو من طبعه كان اصلا كان يقابلنا انا رايحه الشغل. تمام. وكان بيروح يقابلهم وكده يعني. تمام يا فندم. فجه مره من المرات بيقول لي انا هتجوز عشان انا مستقبل العيال والكلام ده كله. تمام يا فندم.
انت عارف بطبع الست طبعا ما تقدرش تتحكم في الراجل. تمام. فانا رفضت والكلام ده كله، كان في مشاكل وكده. لكن مشكلة حضرتك الرئيسية في الاهمال. الاهمال دلوقتي اهمال جامد، بيته ومصاريفه وكله يعني. ماشي يا استاذ شهيرة، انا هرد على حضرتك حالا دلوقتي. ماشي. شكرا يا استاذ شهيرة، شكرا على اتصال حضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. تمام. طيب احنا كان عندنا اتصالين، ام حمزه للاسف المشكله الازليه عندنا اللي طول عمرنا الواحد بيسمعها كتير، وياما الواحد تعب من الكلام في الموضوع ده، ودايما بنقول لازواجنا، دايما الزوج للاسف او في بعض الازواج بيبقى عنده حاله كده من حالات الـ يعني خلينا نقولها بصفه عامه كده عشان الناس برضو تفهمنا، مش عايزين نتكلم كده بمصطلحات قد تبدو مريبة شوية. الحقيقة بيحصل له نوع من أنواع الفتور بسرعة جدا، يعني بعد فترة بيحصل له نوع من أنواع الفتور، وبيوصل هذا الفتور للخرس الزوجي أو الصمت الزوجي. والحقيقة هذا الزوج دايما بياخد ناحية تانية وبياخد جنب تاني، وعلى طول بيبقى بره البيت على طول، حتى لو رجع البيت مش عايز يتكلم مع حد، بيوصل لمرحلة من المراحل الحقيقة الغريبة جدا. والحقيقه بعض المحاولات من الزوجات يعني او كتير من المحاولات بتبقى للاسف فاشله، ان هي بتحاول ترجع الموضوع ده، لدرجه ان هي بتصاب ساعات بهستيريا حتى في التعامل معها، ان هي دايما بتتكلم وهو مصمم ان هو ما يتكلمش او يرد عليها ردود مقتضبه جدا جدا جدا. والحقيقه مهما كانت الزوجه بتبقى حالتها هاديه مستقره، الحقيقه الزوجه غصب عنها بتبقى عصبيه حتى لو هي مش عصبيه، ودي طبعا الحاله اللي عندنا للاسف. يعني طبعا في الحالات دي لما بنوصل للصمت الزوجي او الخرس الزوجي او في حاله عدم الكلام، فده الحقيقه بيبقى الزوج ما عندهوش الاقبال ده، او هو خلاص بقى يعني هو مخه التركيبه هي راحت للناحيه التانية وهو مش عايز. فاحنا بنحاول نعمل تعديل مسار. تعديل المسار ده يا اما الزوجة بتحاول، او يعني في متخصص بيحاول يتعامل في الوضع ده. والحقيقة الزوجة بتحاول في الوضع الغريب ده، والحقيقة الحالة دي بنلاقيها يعني كتير في بيوتنا. فدايما احنا بنقول للست شوية اول ما يرجع الزوج على الاقل نقعد فترة كده ما نتعاملش معاه، يعني يفضل المينيموم ليا ساعة، يعني نقعد ساعة كده ونسيبه براحته خالص. فاحنا بعد ما سبناه بنلبي له كل طلباته في هدوء شديد وبدون التعرض لأي حاجة. بعد كده بنبتدي نتعامل معاه، نبتدي نتعامل معاه مجرد اطمئنان على الزوج، ايه الأحوال، ايه اللي حصل النهاردة، ولو في أي حاجة كويسة نحاول نقولها بإطراء شديد وبمدح شديد، يعني نحاول نمدح على اي حاجة الزوج بيعملها او اي حاجة ما بيننا مشتركة، ونحاول نبين ان الزوج ده هو البطل بتاعنا مهما كان الموقف بسيط وهايف والكلام ده كله. الحقيقة ده بيعمل اعادة ثقة، والزوج بعد كده بيحصله تعديل مسار، هو بيبقى حابب ان هو يبتدي يتكلم معاكي. ليه؟ عشان هو عايز يحس هذا الاحساس، هو عايز يحس باحساس المدح، المدح الدائم، الثناء الدائم، الشكر الدائم، هو عايز يقرا في عينيك ان هو البطل بتاعك زي ما انت حسستيه ولو ان شاء الله بالوهم. فهو بالتالي بيحصل له تعديل مسار، فبيبتدي ان هو عايز يشاركك في اي حاجه عشان يسمع الكلام ده على طول، يسمع هذا المديح، هذا الاطراء بصفه دائمه. ومن هنا بقى بنبتدي ندخل الزوج تاني، نطلعه من حاله الصمت وندخله في اطار الكيان الاسري اللي احنا افتقدناه فيه واللي هو على طول بره فيه. وبنحاول مره واثنين وثلاثه، وبنحاول نغير شوية من الروتين بتاعنا، يعني نحاول نغير شوية من الروتين بتاعنا عشان خاطر التغيير ده بيغير من حالة الملل الزوجي اللي ممكن يحصل وبالتالي بيؤدي إلى الصمت. فاحنا نعمل كده ونحاول معاه، وإن شاء الله كده هيحصل تعديل المسار زي ما احنا بنقول للزوج. أما الحالة التانية أو السؤال التاني، كنا بنتكلم على الإهمال الزوجي. طبعا هنا في تعددية في الزواج، وده طبعا دي يعني الشرع بتاعنا بيقول كده، دي حاجة مش عيب ولا غلط،
بس احنا دايما بنخاطب الازواج في هذه الحاله ان هو يعني ان انا لازم ابقى بعادل الكفه شويه، يعني مش معقوله ابقى مهتم بشخص وفي اهمال للشخص التاني والاهمال ده بيزيد. لا، هنا لازم يبقى في معادله زي ما بعمل هنا اعمل هنا، زي ما هنا بقضي ايام لازم هنا اقضي ايام. يبقى هنا يعني لان ده يعني ربنا وصانا بكده، ديننا وصانا بكده ان احنا نعمل كده. فاحنا دايما بنوصي الازواج، يعني هي الزوجه بتعاني من الاهمال وهي قالت كده صراحه واكيد قالت كده لزوجها، فهذه التصرفات هي الحقيقه يعني بره نطاق ديننا شرعنا مبادئنا قيمنا اخلاقنا. فاحنا الحقيقه لازم نبص ونركز لعل وعسى. وانا دايما بقول الزوجات يعني لا تصابي باليأس، يعني دايما ما يبقاش عندك هذا اليأس في التعامل مع هذا الزوج، وحاولي مرارا وتكرارا هيئيله الاجواء. اكيد في بعض الحاجات اللي بتعجبه نحاول نعملها، اكيد في بعض الحاجات اللي ما كانتش بتعجبه نبطل نعملها. برضو احنا نعمل اللي علينا وان شاء الله. يعني احنا دايما بنخاطب الازواج اكتر من الزوجات في هذه الحالة بالذات، بس الزوجة برضو عليها دور ان هي بتحاول لو في اي حاجة كانت بتضايقه تحاول تبعد عنها، تحاول ما تركزش عليها، ما تناقشهاش معاه كتير، تبعد عن كل الكلام ده وتركز على اي حاجة ايجابية هو بيعملها، اي حاجة ايجابية هو بيعملها، اي حاجة ايجابية هو بيحبها، اي حاجة ايجابية هو بيفضلها، ونبعد دايما عن اي حاجة غير مفضلة او زي ما احنا بنقول كده بالكلام العلمي سلبية نعمل عليها. هنلاقي الراجل بيحب يقعد معانا، بيحب تاني يجي لنا. ومطلوب من الرجالة ان هم يعملوا نوع من التوازن، لان طبعا ده مطلوب مننا ان احنا نعمله. طبعا دايما بنقول ان الخيانة مش معنى الخيانة ان في عيب في الزوجة، لا، الحقيقة الخيانة او الجرح اللي بيسببه هذا الموضوع ليس عيبا في الزوجة اطلاقا، لكن هي سلوك غير سوي في الشخص اللي بيعمل هذا التصرف، سلوك غير سوي في الشخص اللي بيعمل هذا التصرف. والحقيقة لازم نتعامل مع هذا الشخص بطرق معينة. الحقيقة لما بنكتشف الخيانة او الزوجة بتكتشف الخيانة، الحقيقة بتصاب بصدمة، والصدمة دي الحقيقة بتفضل بعد هذه الصدمة بتدور على اسباب الخيانة و و و والكلام ده كله. احنا عايزين نقول للزوجة اللي مصدومة دي ان هي تفكر بعقلانية شوية وتهدى شوية والصدمة دي ما تبانش عليها، وعايزين نحاول زي ما احنا بنقول الخيانة لنقطة ايجابية، ودي تبقى نقطة الانطلاق بتاعنا لو احنا عندنا هذا الشعور. احنا معانا اتصال تاني. السلام عليكم يا ام محمد. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام محمد. يا دكتور انا اللي كلمتك في اول مكالمه. اهلا وسهلا يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا دلوقتي اتصدمت فعلا لما عرفت ان هو كده وعملت مشاكل كبيره قوي. فالمشاكل دي وصلت بيها ان هو طلقني مرتين. طلقني مرتين ورديني. انا دلوقتي مش باقي غير مره واحده. وهو اعتذر وحلف انه خلاص ما فيش اي حاجه من دي تاني. وانا يعني دلوقتي متاكده ان هو بطل يكلمها في كل وقت، والتاني بيقول لي هتجوز. كل ما اجي اقلل في اي حاجه طلب يطلبه مني ما اقدرش اعمله من العيال والبيت وكده، بيزلني في كلمه ان انا هتجوز. انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. وطاقتي والله العظيم انا متدمره ليا 8 شهور وانا مش قادره ابص في الناس، لان الناس كلها عارفه بره مكسوفه، واهلي مكسوفه منهم ومكسوفه من نفسي، وبعمل له كل حاجه واتحددت الدنيا كلها علشان خاطره، واستحملت معاه حاجات كتير قوي. وهو ما فيش، انا ما اعرفش انا اعمل ايه من غير مره واحده ان هو يطلقني. عندي 3 ولاد وعايز اربع عيالي معايا ومعاه، بحاول ان انا محافظ على البيت وهو عايز يفكر في حاجه. طيب يا محمد، انا برضه هرد على حضرتك تاني. حاضر، شكرا يا محمد على اتصالك. الحقيقه طبعا يعني انتوا عارفين من بعض اثار الخيانه ان الواحد بيبقى عنده فقدان ثقه تامه بنفسه، بيبقى عنده تصدع عميق
بينتج عنه ان هو يعني بيبقى في حالة غير عادية. طبعا هنا الانفصال تم مرتين، ومن بعض برضو الاعراض ان الواحد بيفتقر الى الامان، وطبعا ده بيؤدي الى الانفصال زي ما احنا شفنا ان هو حصل مرتين. فاحنا دايما بنقول لمحمد يعني يا ام محمد بعد اذنك يعني خلي بالك من بيتك، ركزي في ولادك، يعني انا عارف ان انت خايفه من تكرار العلاقه لان الموضوع ده تم. هو دلوقتي حضرتك بتقولي ان هو ما بيعملش كده، او ان هو يعني في نوعا ما الامور اتحسنت شويه. احنا محتاجين دلوقتي ان احنا بس نركز شويه على اعاده وبناء الثقه بيننا وبين هذا الزوج مره اخرى. عايزين نقفل الموضوع ده، عايزين نحط اطار معين في التعامل ما بيننا، مش عايزين اي مشاكل متعلقه بالموضوع ده تتكرر تاني. نحاول نبعد على قد ما نقدر ان احنا يعني الموضوع ده يبقى هو الدافع لينا ان احنا نكمل حياتنا عشان خاطر ولادنا على الاقل. نحاول التصدع اللي انا حاسه في صوتك ان انت انا مش عايزك تتكسري، بالعكس الموضوع ده يعني حاولي تبني الثقه بينك وبينه تاني. وارجوك يا ام محمد لو تقدري حضرتك تلجئي المتخصص فورا، حياتك تقعدي معاه، لان في بعض الحاجات اللي احنا ممكن نقولها ما بنقدرش نقولها ساعات على الهوا في مواضيع زي كده، عشان نقدر نعمل اعادة ثقة تاني في النقطة دي، لان النقطة دي من النقاط الحساسة جدا. والموضوع ده على فكرة لو احنا عندنا النية ان احنا نكمل زي ما انا سامع منك وشايف، الموضوع ده سهل ان هو يتعالج. وانا هقول بعض النقاط دلوقتي حالا برضو حضرتك اسمعيها معانا، وحضرتك بس مشكورة. اي حد متخصص في علم النفس او في الارشاد الاسري، الموضوع ده مهم جدا لحضرتك في المرحلة دي بعد المرتين طلاق اللي حضرتك قلت عليهم، والموضوع ان شاء الله بسيط وبيخلص في وقت بسيط جدا. فحضرتك مشكورة، لازم تتواصلي مع متخصص. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. حضرتك. اتفضلي يا فندم. من فضلك انا زوجه بقالي 26 سنه. تمام يا فندم. و كنت متجوزه جدا على حب. تمام. حاربت اهلي عشانه وعديت اهلي عشانه. وفي النتيجه في الاول بعد معايا منه 3 اولاد. سابني الاهل يتحكموا فيا وفي كل امور حياتي، كرهني في نفسي، كنت بحبه جدا جدا، ورمى عليا مني الطلاق كذا مره عشان كذا واحده كان ماشي معاها، وخان كل طرق الخيانه مره واثنين وثلاثه، وصبرت عليه، كنت ببوس رجلي لما يرمى عليا مني الطلاق، وسابني لما ابوه دمرنا وبقى دلوقتي هو لا حول ولا قوه ولا شغل ولا اي حاجه، وانا اللي بنزل الشغل، بس انا نفسي انا مش كرهاه ولا حبيه، انا كنت بحبه جدا جدا، مش بس دلوقتي انا كرهني في نفسي. مين اللي بيصرف على البيت دلوقتي يا فندم؟ نعم. مين اللي بيصرف على البيت؟ نعم. انا اللي بشتغل. حضرتك بتصرفي على البيت؟ اه. هو ما بيشتغلش خالص؟ لا. ما حاولش؟ لا، ظروف صحيه يعني. ظروف صحيه. هو كان عن صاحب املاك وما بقاش في حاجه عنده خالص. تمام يا فندم. بس انا نفسي ارجع زي الاول، حتى هو بيقول لي نفسي تحبيني زي الاول، هو خلني بكل الطرق، ومن ضمن يعني بقى يجيب اقساطي في البيت يقعد، ومره كنت حامل واجهضني عشان قال لي يا اما تكون ده الكلام ده كنت متجوزه معاه، كان لسه الاول طفل عندي 2 سنين أو 1.5 سنة، قال لي لو عايزه تستمري الحمل ده، لو عايزه تستمري معايا نزلي، مش عايزه تستمري خدي وامشي اتطلقي وامشي. وانا لا حول ولا قوه، ماليش لا ام ولا والدتي، والدتي الله يرحمهم مبقاش ليها حد، فاضطريت اني اخضع ليه، وللاسف ربنا يغفر لي ويغفر الكل اني نزلت الحمل ده. انا لسه متجوزه، عندي كان لسه اول طفل عندي 1.5 سنة. انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. هرد على الام، نفسي احب ازاي، نفسي انا من جوه مش قابلاه، ولما بقول له حقوقه ببقى بصراحه مش نفسي، انا اسفه مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه، انا نفسيتي متدمره.
دمرها وندمرها دمرها يعني انا مش عارف حسيت بضعف الشخصيه خلى شخص دمرت 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 فعلا لدرجه ان هو كان حتى اهلي ما كانوش موافقين على زواجه قعدوا سنه وسبع شهور على بال ما وافقوا عليه انا رفضتهم على جوازي مني صراحه. هرد على حضرتك فين؟ هرد على حضرتك فين؟ انا مش عارف اعمل ايه، نفسي ارجع زي الاول معي. انا مش برغي بس مش عارف انا نفسي في الدم. انا بقالي 10 سنين انا اللي بصرف على البيت، مش مشكله عندي. معلش نصيب والحمد لله احمد ربنا عليه. بس نفسي ارجع زي الاول وحتى اخاف كده وغيرته ما كانش يجي لي وما زال. تمام مش عارفه مش عارفه اعمل ايه. انا نفسي انا مش هفتكر نفسي تعبانه جدا نفسي تعبانه جدا 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 لدرجه ان انا بمشي اكل في الشارع. تمام عارفه اعمل. طيب انا هرد إيه؟ هرد على حضرتك يا فندم. هرد على حضرتك. بشكرك يا فندم على اتصالك. شكرا. انتوا عارفين يا جماعه انا بس عايز اقول حاجه كده في الاول. احنا للاسف افتقدنا حتى ان احنا نسمع بعض، فبقى عندنا مشكله ان احنا دلوقتي يعني انتوا عارفين الفضفضه دي بتريح، يعني كل حاجه بينا بتريح، يعني كل حاجه احنا بنعملها لما بنتكلم بنستريح. وده الحقيقه يعني حل مشاكلنا ان احنا نتكلم مع بعض، نروح لحد يبقى مصدر ثقه بالنسبه لنا، بنتكلم معاه بناخد رايه بناخد مشورته. الحقيقه زي ما احنا قلنا موضوع الخيانه، وانا هرد على المتصله الكريمه، موضوع الخيانه الحقيقه موضوع خطير وده بيعمل جرح. وللحقيقه الجرح ده لو احنا ما عالجناهوش كويس الحقيقه بيسيب اثر معين. عشان كده بنقول دايما لاي حد اتعرض للموضوع ده، والحقيقه المآسي اللي احنا بنسمعها من تصرفات، لان الحقيقه هي الخيانه دايما للاسف موجوده. يعني بعض الرجال بيبقى عندها الموضوع ده الحقيقه كارثي، يعني الواحد بيبقى يعني الواحد بيسمع ساعات من بعض الناس ان هو عايز يخون عشان يعني هو حتى بيبقى مبسوط بالموضوع ده، يعني بيبقى مبسوط وهو بيخون رغم ان هو لما بتيجي تساله وتتكلم معاه طيب ايه مشكلتك ان انت بتعمل كده او بتتصرف كده، الحقيقه يعني بيبقى يعني استغفر الله العظيم يعني بيستحل الحرام، يعني بتبقى حاجه الحقيقه والعياذ بالله يعني. وربنا يرحمنا ويرحم كل الناس وربنا يشفينا ويعافينا او يشفي كل حد ويعافي حد من النقطه دي. الحقيقه انا برد على كل الناس المجروحه من الموضوع ده واللي فيها الم شديد من الموضوع ده. يعني دايما بنقول ان احنا عايزين في حاجه كده اسمها لحظه التعافي من الخيانه. والحقيقه احنا لازم كلنا نتعافى من الموضوع ده. يعني المشكله اللي احنا هنا المشكله ان في تراكمات، التراكمات دي وصلت لمرحله ان هذه السيده مش قادره تصفى، مش قادره تعود لحياتها تاني. رغم ان الراجل يعني هو يعني دلوقتي بيعترف وبيقول انا عايزها، يعني انا عايزك ترجعي تحبيني تاني، لكن هي حتى مش قادره وهي نفسها. فاحنا عايزين دلوقتي نوصل لهذه المرحلة من التعافي. ودايما خلينا نقول ان دي بتبقى لحظة التعافي دي ان احنا نبتدي نفكر في الموضوع ده عشان نعرف نتعامل في حياتنا ونعرف نكمل لو احنا عندنا النية. ودي اسمها الحقيقة او بنبتدي دايما ان البني ادم لازم يوصل لمرحلة من النضوج. انا خلاص اللي حصل حصل، المشكلة حصلت جوايا، سابت شرخ لان انا معرفتش اعالجه. والحقيقة الموضوع ده يعني عمل او لازم نبتدي فيه ان احنا لازم يبقى فيه عندنا نضج اجتماعي، والنضج ده بيبقى يعني من داخلنا كده لازم يبقى موجود، وان احنا يبقى عندنا النية ويبقى عندنا الرغبة ويبقى عندنا القدرة. وعلى فكرة الدنيا دي فيها زي ما فيها واحد مش قادر يحافظ، لكن احنا اهم حاجة الشخص اللي عندنا ده يتميز بالرقي. يعني في واحد للاسف هو تربيته وسلوكه سيء، لما بيعمل الموضوع ده بيتمادى فيه كمان، فده احنا غصب عننا ما بنقدرش. عشان كده دايما بنقول هذا الشخص هو عنده الخيانه، هي خيانه مرضيه لان هو حتى مش قادر يتعافى منها، مش قادر يبطلها. لكن
في اوقات كتير بنلاقي ان الشخص ده راقي وبيتعرض للموضوع ده او بيبقى فيه ضغوط معينه وبيروح للموضوع ده. الشخص ده لو رجع وقال لنا لا احنا عايزين نرجع، عايزين نحب بعض تاني، عايزين نرجع لعلاقتنا تاني، اديله الفرصه. يعني هذا الرقي الحقيقه احنا بنفتقده في ناس كتير، الرقي والتحضر اللي عند بعض الناس اللي هو بيبقى عملها ممكن مره او اتنين للاسف للاسف، وده مش مبرر، مش مبرر وليس دفاعا عن احد الحقيقه، لان جرح القلب بياخد فتره عشان يلتئم، ولو احنا ما عملناهوش زي ما انا قلت قبل كده مش هنعرف نعالجه. فالحقيقه احنا عايزين نبقى في لحظه صدق كده مع نفسنا، وعايزين نتعافى من هذا الجرح اللي بيسببه لينا حاجه اسمها الخيانه. عشان كده عايزين الصدمة دايما اللي احنا موجودين فيها، والصدمة دي اللي بتعمل لنا انعدام ثقة وتصدع داخلنا وبيبقى الموضوع سايب لنا اثر عندنا، عايزين احنا كلنا نروح ناحية اصلاح العلاقة. واصلاح العلاقة محدش طلب من الطرفين او من الطرف زي ما كانت المتصلة الكريمة بتقول ان احنا هندوس على الزرار فكل حاجة هترجع تاني، لا بالعكس، احنا لو استسلمنا للنقطة دي وسبنا نفسنا للذكريات وللحاجات اللي موجودة وان احنا نفتكر وهو خاني مرة واتنين ومش عايزين للموضوع ده، بنوصل لمرحلة حاجة اسمها كفر بالمبادئ. يعني حتى الكلام استغفر الله العظيم، يعني بنقول ان هو عشان كده عايزين نفكر، عايزين نبقى في لحظة معينة كده نبتدي ان احنا نعمل الاصلاح ده، نعمل التوأمة دي، نرجع العلاقة تانية ما بيننا، نرجع الثقة تانية ما بيننا، وسنة سنة هنلاقي المواضيع نقرب المسافات لحد ما العلاقة بالكامل ترجع تاني. ودي لحظة التعافي اللي احنا كلنا بنتمناها لو الزوج سوي ويصلح معاه التقويم، واحنا نبقى عارفين ان الموضوع مش هيتكرر تاني وليس مدمن على سوء السلوك. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم استاذة ماجدة. عليكم السلام. اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، شرفتينا بالاتصال. كل سنة حضرتك طيبة. حضرتك ممكن توطي التلفزيون شوية؟ الله يخليك. اتفضلي يا فندم، سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ الحمد لله، انا بس عايزاك تنصح بنتي ان هي ايوه يا فندم تمام، حضرتك وطي التلفزيون بس يا فندم. ايوه يا فندم، ننصح البنت بايه؟ بنت حضرتك مالها؟ يعني تعمل الخير وقبل ما تتصرف اي تصرف تفكر فيه. اتفضلي يا فندم انا سامعك. بنت حضرتك عندها كام سنه يا فندم؟ عندها 25. 25 هي متزوجه؟ متزوجه. عندها اولاد؟ عندها. تمام يا فندم. طب هي تعمل الخير بمناسبه ايه؟ يعني حضرتك عايزاها، حضرتك ليه بتقولي كده؟ عشان هي يعني مش مدركه الغلط اللي هي بتعمله، فأنا بنصحها كتير مش بتسمع، فأنا عايزاك من الغلط جمال ده. الحديث من جمال الحديث بتاعك وأنا مستمتعة بيه، عايزاك توجه لها نصيحة. أشكرك يا فندم. إن هي يعني بكل الرضا تعمل الصح. تمام. هي تصرفات الغلط دي حضرتك بتبقى مع مين؟ بتبقى مع اعز الناس ليها. تمام يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر. شكرا استاذه ماجده على اتصال حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. طيب. للاسف طبعا يعني انا بحيي المتصله الكريمه، وطبعا هي المشكله دلوقتي في احنا يعني ان شاء الله كده عايزين نفرد حلقه في كيفية التعامل السليم مع الآباء، يعني ازاي بنوجه ولادنا ونربيهم. احنا هنا بنتكلمش على التربية ولا بنتكلم على، لكن احنا بنتكلم على اصول التعامل اللي بتبقى موجودة. والحقيقة المتصلة الكريمة المفروض ان بنتها دلوقتي كبيرة متزوجة مسؤولة،
المفروض مدركة وواعية، المفروض ان عندها اولاد، المفروض ان الولاد دول مسؤولين منها، المفروض تبقى مؤسسة هي اللي بتربي، لان الام اللي بتربي وليس الاب. لكن الحقيقة ان في بعض التصرفات الغير مسؤولة تجاه الناس القريبين منها او الاقارب من الدرجة الاولى او اعز الناس عندها، زي ما المتصلة الكريمة بتقول. فطبعا احنا ضروري ان نوجه هذه البنت الجميلة، نخلي بالنا احنا لازم يبقى عندنا لينا خير في اهلنا، ولازم نتصرف، وزي ما احنا بنعمل مع اهلنا هنلاقي اولادنا بيعملوا فينا. احنا دايما لازم نتصرف ان احنا قدوة، طالما انا بيت مسؤول عن بيت ومسؤول عن اسرة يبقى انا لازم ابقى قدوة، ابقى قدوة لنفسي، ابقى قدوة لغيري، ابقى قدوة لكل المحيطين ليا. الاب والام او الزوج دول الناس اللي سهرت وتعبت وربت، مهما كان، مهما كان الغلط اللي تم، مهما كان الغلط اللي حصل، الاب والام مفيش اي حاجة مهما يعملوا اقدر ازعل منهم ولا اقدر اخاصمهم ولا اقدر اعمل اي حاجة. والحقيقة دايما لازم نقول ان احنا لازم نتعلق بالحنان المولى عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعلمون. عشان كده احنا لازم نتعلق بالحنان، بالمنان، برب العالمين، عشان نقدر نتغلب على كل المشاكل. لان زي ما احنا بنقول الخيانة هي خيانة، الخيانة معناها عدم تقديس، عدم تقديس المحيط، عدم تقديس الحياة الزوجية. الخيانة بتبقى في الاول لرب العباد، بتبقى للذات، بتبقى للزوجة، بتبقى للأسرة، بتبقى للأولاد. فاحنا عايزين نبطل هذه التصرفات زي ما احنا كنا بنقول، ولازم دايما نتكلم في الموضوع ده، وبنقول ان احنا اطمن ايها العبد المخلص، ونحاول نداوي الموضوع ده، ونحاول نستعيد الثقة، ونحاول الرعب او التصدع اللي حصل نحاول نلحمه. والحقيقة انا بهذه المناسبة الكريمة بحب دايما اقول اللهم اني اشهدك قبل عرفة اني لا احب قطع الارحام ولا فراق الاصدقاء والاحباب، فوالله ما فارقت احدا او تجنبته كرها او حقدا، انما فارقت من وضعوني في غير قدري وخانوا عشرتي. اللهم بلغنا عرفة وارفعنا عمن يؤذينا او يكرهنا. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.